انت كصانع محتوى وبغيتي تصنع محتوى خاص بك، اليوم ندوليك على العنصر الثالث اللي يساعدك في صناعه المحتوى، لامبوكسين. الو، غنحلو الكارطونه دابا ونشوفو شنو فيها. كيجي الكتالوج اللي معند سما دير به، كيجي البون فلتر، لا الفلتر على هاد الشكل هذا، ما عندناش هذا اللي كي تلصق في لام الامبيرا، الامبيرا المي هذا كابل تقريبا جوج متر، متر و 55 متر، شي اللي في كاتاري. البون فلتر و المايك كيجي على هاد الشكل هدا، هو جي في الكحل كامل ولا نكحلو هاد اللون هدا؟ الوغ هدا راه كيتحل، نشوف واحد اغلب اللي كيكون فيهم في حجر، هذا لا هذا يكون على الشكرين. الوغ من الشركة ديالها هي ام 800 ميوزيك جي البراند، و هذا الحامل ديالو، الحامل ديالو اللي على هاد الشكل هذا تقريبا في هاد المطاط. علاش هاد المطاط؟ مثلا فاش كدير الميكرو هنايا وكتزعزع البير ولا شي حاجه بحال كيمانع عليه اهتزاز، فوالا هذا هو مانع عليه اهتزاز، بلي كوابل ماشي ماشي قاصحين. دونك اللي تحرك هذا غير مع الميك تقيل، هذا المايك تقيل، امشي تتكم بعدا بحال ما هاد الشكل بحال هاكا مزيان، فوالا فوالا هذا كبور. وهذه بون فلتر كتجي من الفوق ديالها على هاد الشكل، شوية خارج ليها فوالا على هاد الشكل. وهذا نحاولو نجيبو هاد اللعيبة هادي تفرقو عليها بحال ما هاكا وغادي يدخل، سينو راه تارسو شي سنة بالكربات سكون تجيبوها لاصقة فوالا. هذا الفوق تجي معاه هاد اللعيبة حتى هي، هادي هي اللي كتفيكسي، اللي كتفيكسي على لارم على الطابل ديالك الزيرو ديالك ولا الطبلة ولا شي حاجة. نزيرو بشي حاجة أخرى مزيان، هادشي هي فوالا، نعاودو نوركو عليه هادي، نركبو كيما كي قلت لكم نتأكد يبقى الفوق. وهذا فوالا هو هزا بحال ما هكا، يالله نجربوه هو الأول دابا ونشوفو أشنو غادي يجي. هنا كيجي ستيريو. ألوغ كيما شفتو كاملين المايك، مايك بي ام 800 لا هو ركبتو هكا في البيرو عندي تقريبا، سمعت عليه بزاف ديال الهضره بلي السيبور، هاد السيبور هادي ما غاديش تهزو، هادي ما كتخدمش، البلان ما عرفتش بزاف. هو حاجه واحده اللي اتفقت معاهم هي ان خاصه كارت، كارت سون اكسترن، كارت سون ما تجي ديرو في بي سي ديريكت، ضروري خاص كارت سون باش يخدم لك
حيت الماء كيخدم تقريبا، انا نقول لكم تقريبا ما عادش بالضبط، مي كيخدم تقريبا واحد 5 فولت. 5 فولت ما يمكنش يسيبورتي هاد البي سي ديالك، ولا كارت سون ديال البي سي ديالك، ولا كارت سون صغيره. ضروري خاصك كارت سون باش تعطيه لك لو فولت اللي هو محتاجه باش يخرج لك صوت مزيان. كيف شفتوا في الانبوكسين كيجي معاه السيبور ديالو، الكابل جاك، والبوم والفلتر، والبوم فلتر كيجي كامل، وتقريبا ارخص مايك كاين في المواقع الالكترونيه كاملين من امازون، وانت غتسوق سوقكم جوميا اي بلاصه كاين فيها هاد المايك هذا. علاش 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 المايك؟ علاش غادي يعاونك نتايا كصانع محتوى اللي بغيتي تبدا في يوتيوب ولا في اي بلاصه تعليق صوتي ولا اي حاجه، حين الصوت هو العنصر الثالث المهم في الفيديو. نفترض ان عندك كاميرا مزيانه، عندك لايتين مزيانه، ولكن الصوت مخرشاش، ولا كتسمع فيه شي حاجه ماشي هذوك النيوز ديالو، ماشي هما هذوك الناس، ما يقدروش يكملوا الفيديو ديالك. مي ملي كيكون الصوت مقاد مفلتري مزيان، مابقاش كتهمنا الكاليتي بزاف. حيت علاش؟ حيت انت صانع محتوى، غدير شي حاجه اللي غتفيدنا، وخا تكون كتعاودها قصص. دونك الاغلبيه كيعاودوا قصص، ما نحتاجش ان نشوفو جاهو مثلا في يوتيوب. دونك هادشي علاش ارخص حاجه انا لقيتها هنايا في تركيا ب 250 ليره، اللي تقريبا هي 300 درهم، حيت طيح الليره دابا. و اجنا اخر، وحتى الناس اللي كيلعبوا الجيمين اللي كيستريميو، انفعكم بجد، احسن من انكم تسجلوا الصوت ديالكم على برا بالكيتمان ولا بالكاسك ولا بشي حاجه تبقى منفج باش هكا مزيان. ما عرفتش كتحس براسك انك ماشي وقت ما جاي انك بغيتي تسجل فيديو خاصك تجيب مايك تعلقه ولا هادي، هذا سهل سالي منه وصيفطوا ليه هكا صافي بريقنا، عاود تجيبوا لهاد الجيل بخير. حاجه الاخرى، الحاجه الاخرى هي النصيحه لكم، وانك ما تجيبوش وتقول لا انا بلاتي نقضي بي سي، بلاتي نسجل بي سي بما ندير ونجيب كارت سون، ادخل على بي سي. حيت كي قلت لكم في الاول الفولت باش كيخدم مجهده على البي سي، دونك كارت سون دي بي سي صغيره، ما تقدرش انه تعطي داكشي اللي داك الفولت لهاد السميتو، دونك عليها الدرك تقدر تحرق لك. دونك ضروري قبل ما تشري جيب معاك كارت سون راه رخيصه، بكارت سون ديالو صغيره راه 350، غير فاش تكون كتكوموندي ضروري كوموندي كارت سون صغيره ديالو، ماشي شي حاجه، مي باش تحافظ على بيسي ما تحرقوش. ثالث حاجه واللي مهمه هي ملي تسالي الصوت ديالك، دخل دير عليه واحد شويه ديال التعديلات، زيد عليه زيفي سالي، ما غياخذش من وقتك اقل من 5 دقائق. في الادوب اوديشن ما تكملش 5 دقائق، كيعطيك فلترات واعرين، تنقي صوتك نيوز، يعطي صوتك تعطي واحد القيمه. الوغ بغيت ندير فيديو خفيف ظريف على هاد الانبوكسين هذا، اللي في الاول والله الا كلشي كيقول لي لا ما تشريش راه ماشي شي حاجه من هذا، حتى انايا قلت بلاتي راه الحاجه كيعيبوها الناس، راه يقدر يكونوا غير ما كيعرفوش يصاوبوا الصوت. مي ملي كتكون كتعرف تصاوب الصوت مزيان ديك الساعه ما يهمكش، ماشي باش، مي هذا ماشي ارخص حاجه، حيت كاين كرافات داير تقريبا شي 150 درهم، مي درح بجد هذا موين، هذا يقدر يعاونك مع بي ام 800. تنشوفوا الناس اللي هاد بعدين زوين لهم. الحاجه الرابعه اللي مهمه حتى هي، هو البلاصه فين كتصور تكون معزوله على ديش حدا شي شرجام، ولا حين تا هو داك كيأثر على الصوت ديالك اللي كيخلي بزاف ديال النيوز وداك الحماق ماشي هو هذاك. احسن شي بلاصه كالم مسد عليك في بيتك، سكوت باش الصوت ديالك تعطى ليه واحد القيمه، حتى في البروغرام النيوز دغيا غادي تحيدو، ما غاديش يأثر لك على الصوت ديالك، وما غاديش ياخذ منك جهدك اكثر من هو مطلب نورمال. الوغ حتى لهنايا نكون ساليت الفيديو، نتمنى يعجبكم، ونتمنى نكون فدتكم غير بشويه من تجربتي الخاصه مع المايك بي ام 8. سلام.